ما يضرونيش هاد لي كومونتير، انايا صاي تعودت عليهم. تعرفي مويت راني نغني، راني صاي سي فري سي فري. راني طولت في الميدان يعني، ومازال الحمد لله ربي هو اللي عطاني لا فوا، وهو اللي يحبي يقلع حالي يقلع حالي، سي ديو كي ديسيد سي با. نو الله يطول عمرك ويزيدك ونزيدو نشوف، احنا نفتخروا بيك، احنا سانو في بليزير. علاش نصفقوا لما نشوفوا بيونسي ولا جينيفر لوبيز ولا نانسي عجرم فنانين من بلدان اخرى ننبهروا بهم، وكي حنا فنانه عندنا تكون فعلا تستاهل الدعم، فعلا عندها موهبه، عندها صوت، عندها حضور، عندها جمال، من ننتقدوها؟ بالعكس نطلعوك نورمالمون، حنا كاع الجزائريين نزيدو نطلعوك. لا مي يا ان تروك بون، انا عندك الحمد لله، انا جمهوري عاقل بزاف ومتربي. كتشوفي في لي كومونتير باغ اكزومبل مين ندير تصويره ولا ماشي لي عاير وكاع، باسكو انا ديجا باش توصل تسمع ياسمين عماري زعماك سي كو يعني تكون مانيش عارفه، مي انا البوبليك تاعي مين يجي يشوفوني مين ندير ان سبيكتاك كاع نقيين كاع بيان كاع ما يسمعوش نابورت كوا، كي فهمتني. انا مفتخره بالجمهور تاعي، كاين جمهور اللي قبيح مع الكونتور ولا مع ان كوميديان يكونوا قبيح معه، انا الحمد لله زعما جي با سو بروبليم مع الجمهور تاعي. اي جو بونس كو باسكو سا ديبون تي شات مدي الجمهور وش يتو غوفلات ثاني، باسكو هو المراه تاعك، الجمهور تاعك هو المراه تاعك. انا الحمد لله زعما الناس تحبني والناس تقادرني وانا نقادرهم توجور، جي توجور ريسبكتي لي الجيريان، جي توجور ريسبكتي مون بوبليك و جي توجور ايتي ريسبكتي بارابور بزاف. الحمد لله الله يدوم. الحمد لله نحبكم جمهوري. قولي لي علاه دائما الكونت تاعك فيسبوك مش اول مره يخترق يسرق منك؟ اختي داواه الكونت، داواه بحروا به. اون بليس جو فولي بارلي اوسي دو سا، دونك الا تشوفوا دي بارتاج شويه بيزار راكم عارفين بلي انايا جو فو ريسبكت، جو با بارتاجي نيمبورت كوا. في الفيسبوك تاعي راهم يبارطاجو نيمبورت كوا، ماشي انا، راهم بيراتاو لي لاباج، جاريف با راهم جو سو اون كور زعما باش يرجعوا لي لاباج، راني نستنى في لا ريبونس تاع فيسبوك ان شاء الله ربي يسهل. ياسمين مؤخرا لقيتي دعم كبير جدا، مش عارف اذا مش نطلب منك تكلمي في الموضوع، لكن لقيتي دعم قوي جدا جدا من كل جمهور الناس، الجمهور الجزائري، لما وقع سوء تفاهم بسيط بينك وبين المغني ديدين كانونسيز، اللي اكيد نوجه له كل الاحترام يعني والتحيه، يعني انت تكلمي بعفويه بكل حب بكل احترام، وكلنا عارفين انك تعطي كل انسان حقه، يعني كل واحد تذكري عليه لي كاليتي تاعو وتعطي له حقه، وتقدري كاع الناس تخدمي معاهم وتبغيهم ووفيه ليهم وفيه. فممكن وقع هكا سوء تفاهم بسيط، لكن لقيتي دعم كبير كبير، وانا شفتها في التعليقات لاحظتها انه كل الناس قاعدين يقولوا ياسمين ما درت والو، ياسمين هضرت غير في الخير، ياسمين هكا ياسمين هكا. هل عندك تعليق على الموضوع؟ لا ما عنديش تعليق. طيب اكيد نحترم هذا الشيء. ياسمين عماري اذا عندك لك برك يعني سؤال وبعدين نختم معك، لاني على بالي باللي راكي مزروبه. اذا نشوفوا باللي برك في لا سوسيتي تاعنا كاين ناس يبوسوا اولادهم يتزوجوا في سن صغير، هذا ممكن سبب من اسباب طلاق بلوتار، سيتادير هذيك تاع تزوجوا بكري، تزوجوا ديروا الدار ديروا دير الاخر، اسكو كي تبان لك هل هذا ممكن يكون سبب؟ اسكو هذه حاجه صحيه؟ اسكو هذه حاجه لازم تندار ولا ايفيتي؟ سي فغي هي تقدر تكون مليحه وتقدر ما تكونش مليحه، كاين اللي يصدق المارياج تاعها باسكو توالفه من صغرها، وكاين اللي مي تكبر تتبدل اليفولو ديفيرامون على راجلها وما يكونش كاين مفاهمه، باسكو ملي تكوني صغيره بيكون عندك 16 عام في عمرك وملي يكون عندك 30 عام ماشي كيف كيف، المراه تتبدل الراجل يتبدل. يعني انا جو سي با ما نقدرش سي با ما سبيسياليتي جو با يعني جو با دوني مون افي سور سا، مي انا وحده من الناس جامي جو بوسري مون فيس زعما كن نفورسيه باش زعما نقول هاني باغي نفرح بيك هاني باغي نفرح بيك تزوج تزوج تزوج، نهار اللي هو يبغي يتزوج يتزوج، لا بغى يكون عنده 18 عام
ولا يكون عنده 30 طون، يعني لازم هو يكون مقتنع. انا وحده من الناس جو ريسبكت راي تاع ولدي ولا تاع بنتي، ولا مو عندي غير ولد بور لو مومون. دونك فوالا، يعني جو سوي كونتر لي بارون لي يزوبليج لي زونفون تاعهم باش يتزوجوا. يعني هاد الصوالح يلقى هو يكون مقتنع، باسكو دوك اوبليجيه باش يتزوج باغ اكزومبل تا كوزين، دي تا كوزين دي تا كوزين، هو ما يحبهاش ومن بعد يروح يخدعها، ومن بعد من راه يخدعها توقعوا في طلاق، ها نكملوها كيما هكا في الطلاق. دونك إل فو ميو كو الراجل من يتزوج يكون مقتنع بالمرأة اللي يحبها واللي رايح يعيش معها، باسكو مين تتزوجي ديري في راسك بلي رايحه تكبري معاه، تشبني معاه، تموتي معاه. انا سي سكو جو بونس. طيب واش هي رسالتك للناس اللي تتنمر على الامراه المطلقه اللي يشوفوا فيها انه ما تعرف ما تصلحش، ولا يشوفوا فيها انه خاطر عليهم، ولا للناس اللي يتنمروا؟ تبان لي لازم يعرفوا المراه واش راهي عايشه. الى هاد المراه راهي في صعوبه وكاع، ما يقدرش يعرف زعما اللي في قلبها غير ربي. ميم لا فامي دي فوم ما تعذرش لا فام اللي تكون مطلقه. شكون المراه اللي تحب تطلق؟ شكون المراه اللي ما تبغيش تلم وليداتها وتلم دارها؟ شكون يعني الا وصلت باش تطلق سي كو كاين بروبليم. انا جو بونس كو لازم تفهموا المراه. مانيش نشجع في المراه، نعاود نقولها مانيش نشجع في المراه باش تطلق ولا في الراجل باش يطلق. بصح وحده مين توصل تطلق ولا واحد مين يوصل يطلق لازم تعذروه. سان في با ديركم طلقه ديروا عليها اتيكات بلي هذه ماشي ناس ملاح وهذه ماشي مليحه وهذه فاعله وهذه منا وهذه منا وهذه منا. ما نقدروش نعرفوا، بالك نغبنت، تقدر تكون اختك تنغبن، تقدر تكون امك، تقدر تكون بنتك. يعني انا توجور جو مي على بلاص دو لا بيرسون، نقول كانت قادره تصرى لي ليا. انا قبل ما اطلق كانوا من صحاباتي طلقوا، انا كنت ما كنتش مطلقه، كنت بيان انا والزوج تاعي اونفان مون اكس. عمري ما قلت هذيك مطلقه ماشي مليحه، ها صرات لي، ما كنتش عارفه بلي صرات لي وصلت لها. دونك فوالا، انت اقوى اقوى يا جبل ما يهزك ريح. طيب اخر سؤال. والله والو دي فوا تبيني روحك قويه بصح تنضري وتفشلي وتطيحي، وبصح شاولك تعاودي تنوضي. انا نعاود الحمد لله. اسكو هكا لبغى لا ثانيه بصراحه، وحنا كلنا نساء وكلنا انسان، يكذب عليك اللي يقول لك انا قوي وما عندي ما نحس ولا شيء، خصوصا انك انسانه حساسه وفنانه. اسكو هكا على لحظه ندمتي انك خدتي هذه التجربه؟ قلتي بالك كون قعدت غير هكا اون سكوند، اسكو سا تاترافيرسي ليسبري؟ علاش راكي تدخلي في حياتي هنا؟ طيب ما تدخلش، عندك الحريه ونحترم اذا ما تحبيش تكلمي في هذا الموضوع. شوفي انا ما نندم على حتى حاجه اللي درتها في حياتي. انا ديجا باش وصلت نطلق سكو خممت لها شحال من عام، ماشي طلقت ما طلقتش دو جور لون دومان ولا على دبزه خفيفه ولا. انا قعدت شحال من عام وانا يا نستنى الامور تغيرت، الامور تغير. اني اليوم فتحت لكم قلبي، ما تغيرتش الامور وما نندمش على الطلاق، باسكو مانتونون نقدر نكون اوغوز ونقدر نخلي ولدي يعيش هاني. باسكو لو كان راني مع باباه وراني مغبونه، بالك ما راهش يعيش، راه يعيشه دروك. يروح عند باباه يلقاه بيان، يروح عند امه ثاني لو كوب من يكونوا غير في الدبزه وماشي متفاهمين، وكاع الاولاد ما يخرجوش نورمال، كل يوم الدبزه في الدار، كل يوم البكا، كل يوم هادي، وكاع حتى الاولاد ينضروا. يعني ثاني هاد لا بوسيبيليتي دو 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 بارفوا سي اون سوليوشن بور لي زونفون. طيب ياسمين، حنا مؤخرا شفنا حالتين طلاق في الوطن العربي لفنانتين، في شيرين عبد الوهاب فنانة المصرية، وفي الفنانة دنيا باطمة. شفنا حالتين وشفنا اثنين تاع لي رياكسيون، رد يعني زوج ردات فعل مختلفين، اللي هي شيرين بعد الطلاق انكسرت نهائيا وتدمرت وصحتها تدمرت، ودخلت لمنصة يعني لمصحة باش تداوي روحها، دخلت في إدمان، ربي شافيها إن شاء الله. وكل واحد يعني هذا المرض على كل واحد، ربي يقدرها ويقويها ويرجعها أحسن من اللي كانت.
وخسرت عقود، روتانا انسحبت، خسرت يعني في سمعه تهزت شويه في الوطن العربي، ونحن نعرف نظره المجتمع العربي لامراه تكون في الادمان ممكن ما يكونوش ناصفين يعني. وفي الحاله الثانيه اللي هي دنيا باطمه، على حسب ما تقول انها زوجها يعني خدعها ولا خد امراه في البيت، لكن ظلت محافظه على شغلها، تخرج تغني الافراح، تلبس يعني حتى ولو مكسوره من جوا، وعملت لايف مؤخرا وين كانت تبكي، وين كانت يعني بينت انه قد ما تكون امراه قويه لداخل يعني كتطرطق، لكن ظلت محافظه على شغلها، تروح تغني الافراح في عز ما هي مكسوره وراجلها خادعها وهي عايشه الطلاق، وتلبس وتزوق وقفاطين وما هزتش حاجه. في رايك انت يا ياسمين عماري، كيفاش ممكن تكون المراه لما تعيش حال طلاق؟ واش هذه الاثنين واش هي يعني في رايك؟ هل جو سي با كيفاش نوصل لك الاخرى، هل لا رياكسيون تاع دنيا باطمه هي اللي كانت الاصح، انه المراه لازم تكون قويه؟ شوفي، المراه باش تطلق لازمها تكون قويه، ولازم تعرف باللي من تطلق سي با لا فان دو موند، من تطلق سي بور اتر ميو، سي سي با بور اتر ميو غير تصبر وتقعد مع راجلها. الا باش تطلق ودير ديبريسيون وتخرج الطريق وما توليش عندها، ما تكونش امراه محترمه، غير تقعد في دارها. بصح الا عارفه باللي غادي تطلق بور اتر ميو باش تخدم، ديجا انا نتمنى كاع نسا يخدموا، ما تكوني مع راجلك عندك دراهم ويعطيك المصروف، خدمي اقري ديري لي ديبلوم تاعك، هادي الدنيا. انا جو سوي كونتر لا فام تتزوج ايوا تبقى تقارع غير وراجلها يعطيها هذاك الدور. ما جامغي بيان كو توت لي فام الجيريان يخدموا، مام راجلك يعطيك خدمي يا سيدي، ديري ارجون بوش، بيني لراجلك بلي قدري تكوني يعني انديبوندونت. il ne faut pas être dépendant d'une personne، ني بوالديك ني بخوك ني بمك ني براجلك. خدموا اقروا ديروا لي ديبلوم تاعكم، ايسيي باسكو هذه الدنيا، اي غدوه ما كانش طلاق، اي ولا راجلك مات بعيد الشر عليه، اي تسمى ما تقدريش تقومي بولادك، ما نهضروش على الطلاق. سي اون بون شوز للمراه تكون عندها دي باجاج. انا تزوجت صغيره في لونيفرسيتي، كنت نقرا وكنت متزوجه في لونيفرسيتي، انا تزوجت في عمري 21 عام، بصح كملت قرايتي درت لي ديبلوم تاعي. لو كان ما كنتش مغنيه، لو كان راني نقري في كاش يونيفرسيتي ولا ايكول ولا، يعني انا نحب المراه اللي تخدم، مامي لا ما تخدمش يكون عندها دي ديبلوم، يجي النهار اللي تحتاج باش تخدم ما تكونش ال ديبون دو بيرسون، ميم لي بارون. غدوه طلقي تولي عند بوك وموك، والله العظيم والله تتخات مال ميم والديك، باسكو يقول لك بلي ما تخدمي ما والو، انا كرهت كل ما نصرف عليك على ولادك هذه منا. دونك المراه لازم تكون قويه، ديرلها توقف فيا تخدم وهو يخدم من جهه، والراجل تاني الراجل يعني ما لازمش يكرازي المراه. سي سا دونك سي كوميم سي ان سوجي، مانيش عارف الا كاع يفهموني، من الراجل يخلي مرتو تقرا، مامي لا يتزوجها خليها تقرا، هذه الدنيا غدوه تصرى لك حاجه ترفدك وترفد ولادها، يعني سي با ماشي حشومه المراه اللي تعاون راجلها. انا هذه اللي تبان لي. نحبك يعني انا مانيش قادره نكون بروفيسيونيل ومهنيه وهكا، مانيش قادره نكون صحفيه ولا اخر، لاني نحبك ونحب صراحتك ونحب قلبك الابيض، والف الف شكر انك فتحتي لنا قلبك. نادرا ما تتكلمي على حياتك الشخصيه، لكن تكلمي عليها باش تكوني سند لكل امراه راهي تعيش هذه التجربه، ولا الناس راهم ممكن يتنمروا ولا يحقروا امراه لانها طلقت، يضل ابغض الحلال عند الله، لكن يضلوا